أعزائي الطلبة وطلبات الصف الأول إعدادي منهج أبرتينيتي وان، معكم مستر أحمد فوزي. النهاردة معدنا مع الوحدة 9 يونت 9، بتكلم على رمضان. طبعا زي ما اتعودنا نبدأ بالفوكاب، الكلمات المهمة، ونشرح الجرامر ستادي ونحل اكسرسايزز مع بعض. يونت 9 رمضان بتتكلم على شهر رمضان. نشوف مع بعضنا كده الفوكاب، الكلمات المهمة. memories، memories هنا يعني ذكريات. memorable يعني لا ينسى. stay in يعني يقيم فيه. excitedly يعني فرح أو بانفعال. religious، religious يعني دين أو ديني. muslims اللي هم المسلمون. tourists السياح. delicious يعني لذيذ. daily routine اللي هو النظام اليومي. traffic jam اللي هو التكدس المروري. at lunch time يعني في وقت الغذاء. be ready for يستعد لي. daylight اللي هو النهار. rush كverb معناه يسرق. rush hour معناه ساعة الذروة. quit fluent يعني لبق جدا. accept يعني يقبل. generous يعني كريم. offer يعني عرض. minarets يعني مآذن أو مأذن المسجد. great experiences يعني تجارب عظيمة. dates اللي هو البلح. mint tea اللي هو شاي بالنعناع. roast lamb اللي هو لحم الخروف. hospitality اللي هي كرم الضيافة. festival يعني مهرجان. تعال نشوف بعد كده الكلمات اللي بتيجي مع بعضها. words that go together الحاجات اللي بتيجي مع have an experience. have an ice cream. have lunch يتناول الغذاء. have dinner يتناول العشاء. have breakfast يتناول الفطار. have a good time يقضي وقت طيب. have a drink يتناول مشروب. have a meal يتناول وجبة. have a rest يأخذ استراحة. have a holiday يأخذ أجازة. have a lesson يأخذ درس. have a celebration يعني يعمل احتفال. have a picnic يأخذ نزهة خلوية. تعال نشوف الدو بتاخد ايه. دو بيزنس يقوم بعمل. دو ذا واشنج اب يغسل الاطباق. دو ذا كوكينج يطهو. دو ذا كليننج النظافه. دو اكسرسايزز يعمل تمارين. دو سام وان ا فيفور يعني يؤدي خدمه لشخص. دو ماي هير يعني يوضب الشعر. دو عجب يعني يقوم بوظيفه وبمهمه. دو ريسيرش يعمل ابحاث. دو هوم وورك يعمل واجب. دوز شوبينج أو دوز الشوبينج يقوم بالتسوق. دو ا بروجكت يعني يعمل مشروع. دو ماي بيست يبذل كل جهد. أو دوز هاوس وورك اللي هو يقوم بأعمال المنزل. دو ذا هاوس وورك. الجزء اللي بعد كده هو المالتي بارتي فيربس اللي هي الأفعال. تيك بليس يعني يحدث. إيكوال هابن. تيك أوف يعني تقلع للطائرة. dress up يعني يتأنق أو يلبس جيدا. look at ينظر إلى. take something off يعني يخلع ملابسه. turn on يشغل. turn out يطفي. go out يخرج. الحاجات اللي بتيجي مع verb to be. be asleep or be sleepy. be sick. fall يعني شبعان. be hungry جوعان. be angry غضبان. الحاجات اللي بتيجي مع الشعور. feel asleep. feel sleepy. feel hungry يشعر بالجوع. feel sick يشعر بالمرض. feel full يشعر بالشبع. feel angry يعني يشعر بالغضب. كلمات اللي هي linking words اللي هي بتربط الجمل اللي هي as soon as بمجرد ان. why اللي بينما. during أثناء. after يعني بعد. before قبل. when عندما. الكلمات اللي هي sequence words كلمات بتتبع بعضيها متتابعة. first الأول. next بعد كده. then ثم. after that بعد ذلك. صاد اللي فجأة. meanwhile في نفس الوقت. later فيما بعد. in the end في النهاية. ودي كلمات بتساعدني إن أنا أكتب موضوع باراجراف. نشوف مع بعضينا كده جزء الفوكاب براكتس على الكلام اللي احنا خدناه. أول حاجة معانا choose number one. بيقول the graduation ceremonies اللي هي مراسم التخرج. take at university
يعني بتحدث فين في الجامعة. طبعا احنا خدناها take place، يعني ايه happen or take place، يعني يحدث او تحدث. نمبر 2 بيقول لي at Eid، يعني في العيد. children up their best clothes، يعني بيلبسوا ملابسهم الجميلة. يبقى dress up، dress up يعني هنا يرتدى ويتأنق. في نمبر 3 بيقول لي when it rains، لما تمطر. Linda doesn't، ليندا ما بتطلعش بره. طبعا احنا خدناها اللي هي ايه، اللي هي go out، go ايه out. نمبر 4 بيقول لي my uncle takes his jacket when he has a big dinner. takes off يعني بيخلع الجاكيت بتاعه لما يكون بيتناول ايه العشاء. my little brother doesn't go to sleep when dad the lights out، يعني هي بتروح ما بتروحش تنام لما داد بيطفي الانوار. يبقى ترنس. نمبر 6 بيقول my mom likes looking the moonlight at night. طبعا خدناها طبعا في المالتي فيربس اللي هي look at، يعني ينظر الى ضوء القمر بالليل. نمبر 7 بيقول بيتر passed his driving test last week and we a celebration، مع الاحتفال. طبعا هنقول هذا celebration، يعني كان عندنا ايه احتفال. نمبر 8 I always before breakfast in رمضان، يعني بيشعر بايه بالجوع قبل الافطار في رمضان. feel hungry. نمبر 9 بيقول لي she watched TV until 11 o'clock because she didn't feel، هي ما لم تشعر بالنوم. يبقى feel sleepy. I very full because I ate too much. طبعا I was very full، يعني أنا كنت شبعان جدا. Number 11 بيقول لي your sister sick after she ate all the cakes. أنا طبعا was your sister، يعني هل أنت أختك كانت مريضة لما هي كلت كل الكيك. نمبر 12 بيقول لي we dinner at 7 o'clock yesterday، مع الوجبات والاكل نقول had. don't make a noise، يعني لا ما تعملش ضوضاء. your dad is asleep. نمبر 14 we usually the shopping on Friday، do the shopping، مع الشوبينج نقول do. We went out and lunch in town، احنا قلنا مع الوجبات والأكل والشرب نقول ايه had. Would you like to an ice cream، مع الايس كريم نقول have، يتناول. Number 17 I think I will pass this exam، I have my best. قصارى جهدي هنا يبقى done، I have done my best، يعني أنا بذلت قصارى جهدي. نمبر 18 وين does she her homework، بدو مع الواجب هنا الهومورك نقول دو. نمبر 19 we a picnic last week to celebrate the end of exams، يبقى we had. question number 20 بيقول did you a good time at the party، يقضي وقت هنا يبقى have a good time. نمبر 21 بيقول ازاي great experiences during their stay in Egypt، يبقى هنا had، اكتسب خبرات. نمبر 22 بيقول توم was a shower when the water cut off، يبقى هنا having، have a shower يعني كان بياخد ايه حمام. I a good idea، انا عندي فكرة، يبقى I have good idea. نمبر 24 بيقول you can the washing up، مع الوشنج هنا هتاخد ايه هتاخد دو اللي هو ايه الغسيل. there were no traffic because it was a holiday، ما كانش فيه traffic jams يعني زحمة مرورية بسبب ايه الاجازة. he often travels to London to some business، يعني مع البيزنس هنا نقول دو. We all have a good or good of Ramadan، يبقى good هنا ايه good memories.
number 28 before sunset everybody home to have breakfast. طبعا هنا كل الناس قبل الغروب بتجري بسرعة عشان الإفطار، يبقى هنا rush. rush هنا يعني يسرع. it was a holiday I'll never forget it، يبقى memorable يعني ايه للذكرى لا تنسى. during the rush hour قبل ساعة الزر the streets are الشوارع بتكون ايه busy. 31 he is quit in English يعني هو في الانجليش he speaks it very well. انا بيقول لك بيتكلموا ايه جيد جدا، يبقى هو اكيد هنا fluent. fluent هنا يعني طليق. I stayed at a good hotel during my holiday. طبعا هنا in. What good news he said excitedly. يعني ايه الاخبار الجيدة اللي هو قالها ايه بإثارة بفرح. number 34 بيقول he refused to come he didn't our offer يعني هو ما قبلش العرض بتاعنا، يبقى accept. 35 بيقول Muslims celebrate the months of Ramadan يبقى religious يعني حاجة مقدسة. بيقول Muslims usually change their during Ramadan يعني بيغيروا ايه في رمضان بيغيروا الروتين بتاعهم. He invited me to have a meal with him and I thanked him for his. طبعا انا شكرته لانه هو ايه generous. generous يعني ايه كريم. number 38 بيقول لي we were waiting we heard a loud noise. يبقى هنا while we were waiting. number 39 بيقول لي we hear the call from the minarets we have our breakfast. يعني عايز يقول ان مجرد ان احنا سمعنا او بنسمع النداء من ايه من المآذن احنا بنفطر على طول. number 40 بيقول لي the months of Ramadan and the daily routine is changed during خلال شهر رمضان كل الروتين اليوم بيتغير. الرمضان مسلمز can't eat the sunset ما يقدرش ياكلوا قبل السانست اللي هو ايه الغروب before. يبقى زي visited us lunch time يعني زارونا في وقت الغدا يبقى at. اللي بعد كده هو supply conversation محادثة بين او dialogue محادثة بين father و Ahmed. father بيقول لأحمد how was your day at school Ahmed يعني يومك كان عامل ايه في المدرسة يا أحمد. Ahmed قال له the teacher was angry المستر كان غضبان with me مني because I forgot my books انا نسيت الكتب بتاعتي. father اكيد سأل why ليه انت نسيت كتبك. Ahmed قال له in fact I this morning. قال له حاجة قال له father what's wrong ما المشكلة you always wake up early انت دايما كنت بتستيقظ مبكرا. Ahmed قال له I had an English test today أنا كان عندي امتحان إنجليزي النهاردة so I عشان كده أنا. فازر قال له you shouldn't stay up late again لا يجب عليك أن أنت إيه تقعد متأخر تاني and you وقال له حاجة. Ahmed قال له okay dad I will apologize to him خلاص يا بابا أنا هعتذر ليه. طبعا هنا فازر هيقول له why الإجابة طبعا هنا اهي I forget my books يبقى السؤال هنا هيقول له why did لأن السؤال هنا فين في الماضي يبقى why did. هيقول له طبعا did you forget your books ليه انت نسيت الكتب بتاعتك. قال له in fact انا في الواقع I
هيقول لي هنا طبعا الإجابة اهي موجودة اهي. بابا قال له هنا ان انت دايما بتستيقظ مبكرا، يبقى اكيد هنا عماد قال له ايه اي وقت اي وقت اب ليت، يعني انا استيقظت ايه متأخر this morning. راح طبعا الفازر قال له what's wrong you always wake up early، ايه المشكلة انت دايما كنت بتقوم مبكرا. راح طبعا عماد قال له ايه I had an English test today، كان عندي درس او امتحان طبعا النهاردة. so I هنا ممكن يقول له ايه slept late، يعني نمت متأخر slept late. قال له shouldn't، بابا قال له you shouldn't stay up late اوكي. او ممكن يقول له هنا طبعا الاجابه برضه لو انت مش عايز تجيب حاجه من بره اهو اهي الاجابه اهي، ممكن تقول له هنا I stayed late، يعني انا قعدت متاخر اوكي. فقال له you shouldn't stay up late اوكي، انت ما تتأخرش تاني عند يو. وهيقول له هنا حاجة طبعا الإجابة اهي apologize، تهم ان انا اعتذر له، يبقى اكيد هيقول له عند يو should ولازم apologize. يعني ايه apologize؟ يعني اعتذر. to him طبعا ماذا قال له اوكي داد ماشي بابا I will apologize to him. هيقول له هنا امتى؟ ممكن tomorrow yes tomorrow اوكي. ده كل اللي كان موجود معانا على اليونت، يونت 9 مفيهاش طبعا شرح جرامر، كلها على الفوكاب كلمات وعلى مالتي فوربس لازم ناخد بالنا منها تمام. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الشرح. ما ننساش طبعا دعم القناة بلايك، وعايزين القناة توصل لاكبر عدد من الناس عشان تقدر الناس تستفيد منها. ثانك يو جود باي.